لحظة تاريخية في عمر مساعد الرشيدي لما صعد على منبر مهرجان الجنادرية ليلقي قصيدة قدام الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان. هذا المنبر اللي يقول عنه النقاد المنبر الذي ظلمه خلف بن هدال، لأن شخصية عظيمة مثل الشاعر خلف بن هدال اللي صنعت لهذا المنبر صوت شعري غير مسبوق ظلم كل اللي كانوا يصعدون عليه غير خلف، لأن الجمهور بدأ يقارن كل شاعر بمدرسة خلف المختلفة عن كل المدارس. مساعد صعد على هذا المنبر المهم وشد انتباه الناس بقصيدة وطنية رائعة في مشهد لفت انتباه الناس، أنه الملك عبد الله شخصيا في مشهد نادر يطلب من الشاعر في حفل رسمي أنه يعيد البيت عم الصمت بسبب طلب الملك عبد الله. سبلت لطويق رمش كسول، نقضت عند جال العان مجدولها، فاحت النود عود ونجد بنت جفول، ما اداني يمر الذل من حولها، فاحت النور عود ونجد بنت جفول كذا طال عمرك، فاحت النود عود ونجد بنت جفول، ما اداني يمر الذل من حولها، وجه ابيض وقلب من زبرجد ولول، كل ما جهم الخاطر ضحك لولها. الملك عبد الله بن عبد العزيز كان معجب بمساعد الرشيدي ولفت انتباهه. لما أقولكم الحرس الوطني كمؤسسة ما كانت تدار بعقلية عسكرية تقليدية، أعني هذه الجملة. مساعد الرشيدي وجد الدعم من الحرس الوطني وخلوه يكتب أوبريت المهرجان اللي غناه كبار الفنانين في الخليج اللي كان بعنوان خليج الخير. كتب كلماته الراعد مساعد بن ربيع الرشيدي. أصبح نجم مساعد الرشيدي يشع بشكل غير مسبوق، وبدأت المهرجانات تضع اسم مساعد الذي بات معشوق الجماهير وتشد له الرحال لحضور أمسياته، خصوصا في مهرجان هلا فبراير في عزة. عذب السجايا وعودة بول الكنة، متى تزين السوالف واخذ علومة وسامحة عن خطات الجرح والونة.